بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مع بعض في الجزئية الأخيرة من الانستليشن بتاع اللينك سيرفر 2010 بعد صلاة التراويح، وتغدينا الحمد لله، وكل سنة طيبين مرة تانية. هو فعلا الواحد انت مش انت وانت جعان. طيب، احنا اخر حاجة كنا وقفنا عليها ان احنا كنا during the installation كان في حاجة عندنا اسمها WMF، ودي كانت فيها مشكلة. وطبعا حضرتك شفت ان احنا عملنا run للكوماند ده على اساس ان هو بينستول الحتة الخاصة بالميديا على السيرفر ال اف اي بتاعنا. باي ذا واي، لو حضرتك سطبت على السيرفر الديسك توب اكسبيرينس ويل دو، يعني لو سطبت الديسك توب اكسبيرينس على الجهاز بتاعك ويل دو، خلاص مش هتحتاج اي حاجه تاني، هتشتغل معاك بدون اي مشكله. طيب، احنا دلوقتي سطبنا اللينك سيرفر، كنا واقفين في مرحله الاد وريموف لينك فيتشرز او رولز، فاحنا هنكمل من الديبلويمنت ويزارد. طبعا حضرتك بتفتح الديبلويمنت ويزارد، بيبدأ يريتريف الكونفيجريشنز اللي اوريدي اساين للجهاز اللي حضرتك عليه، ويشوف لو عندك اي حاجه ناقصه بتقدر تكملها من خلال الكونسول بتاع الديبلويمنت ويزارد. طبعا زي ما حضرتك شايف دي كومبليتد كومبليتد كومبليتد، فقدامنا الانستولينج. طبعا اللوكال كونفيجريشن ستور خلاص هتلاقيها دون، واحنا كنا وقفنا عند دي. اهو زي ما حضرتك شايف، يبقى انا دلوقتي ال سيت اب اور ريموف لينك سيرفر كومبوننتس. لو حضرتك بصيت على البريكوزيت بيقول لك لوكال ادمن ودومين ادمن عشان خاطر تكونفيجر الاكتيف دايركتوري. هقول له اوكي رن. طبعا هو كان خلص بس واقف عند حته الميديا فورمات لو حضرتك فاكر، والميديا فورمات دي عملنا لها سيت اب يوزنج الكوماند اللي في السي ام دي. هنكمل نيكست. طبعا بيشيك على الحاجات بتاعته وهيكمل الانستليشن ان شاء الله حالا. هيبقى كده فاضل لنا السيرتيفيكت وخلاص، مش هيبقى فاضل لنا حاجتين. تعالى بس نشيك على السيرتيفيكت اوثوريتي على مدى يخلص. احنا عندنا سي اي هنا اهو، طبعا انستولد ما فيهوش اي مشكله، ما عندناش سيرتيفيكتس خالص اوريدي ايشود ولا بيندنج ولا ريفوكت. طبعا لازم يا جماعه اللينك زي ما قلت لحضرتك، لازم اللينك سيرفر يشتغل بسيرتيفيكت سواء كانت بابليك او كانت internal CA، ما عندوش مشكلة، لكن الفكرة انه لازم يشتغل بسيرتيفيكت، ما ينفعش ما يشتغلش من غير سيرتيفيكت. بلس لو السيرتيفيكت مش بتماتش النيم اللي حضرتك هتحطه في اللينك سيرفر اللي هتشوفه دلوقتي معايا في الويزارد ستيب 3 ان شاء الله، السيرفيس مش هتقوم. السيرفيس مش هتقوم لو السيرتيفيكت فيها اي مشكلة او فيها اي ايرور خاص بالنيم او خاص السيرتيفيكت نفسها، مش valid، فيها اي missing configuration. السيرفيس يا جماعه بتبقى مربوطه بالسيرتيفيكت نفسها خلاص. فدي it's highly recommended ان انت تديزاين الكلام ده قبل ما تعمل installing، بلس ان انت تريكويست سيرتيفيكت من valid certificate authority يكون موجود already online، او تريكويست سيرتيفيكت من public certificate زي جودادي او فيريسان خلاص. طبعا وريكومندد لو انت هتشتغل في البابليك انفايرمنت، يعني هتخلي البابليك يوزرز يدخلوا عندك او الاكسترنال يوزرز، او عندك ناس انونيمس ممكن يحضروا ميتنج اونلاين. انا مثلا راجل شغال في شركه اكس، انا بهوست ميتنج، انا راجل مثلا اوريدي كونسلتنت، فانا معايا اونلاين ميتنج،
فعندي واحد كاستمر محتاج يدخل ياتند الميتنج ده، محتاج يشوف الفيتشرز او الكابابيلتيز مثلا بتاعت البرايفت كلاود، بتاعت الفي دي اي مثلا، بتاعت الاكستشينج اللينك. فانا محتاج ان انا اعمل ديمو مثلا للناس دي اونلاين، وانا موجود في مكتبي والناس كل واحد موجود في مكتبه. طيب عظيم. طب الناس دي هتاكسس عندي ازاي؟ الناس دي لو انا عندي برزنتيشن وعندي داخل الميتنج اي ام وبرزنتيشن وكده، ممكن الناس دي تاتند اونلاين في يو ار ال كده حضرتك بتاكسس عليه، بتقدر تدخل الميتنج معانا مفيش مشكله. طب دي حاجه، بس طبعا مفيش فويس على الويب، مفيش على الويب انترفيس فويس. طب الراجل عايز يحضر معانا الميتنج بتاعنا ويسمع الفويس بتاعنا ونشير الديسكتوب بقى والحاجات، ويشوف البرزنتيشن ويشوف الوايت بورد واحنا قاعدين بنتكلم، نقول هنا في راوتر وهنا في مش عارف ايه، محتاج يشوف كل الكلام ده. يبقى الاكسترنال يوزر او الانونيمس يوزر كلاهما، الاكسترنال يوزر ات مينز انه اليوزر بتاع حضرتك بيأكسس من بره، يعني هاني عبد الوهاب ات اسم الدومين اللي هو لينك دوت لوكال، يقدر يأكسس من بره النتورك بتاعتك، يعني هيجي ثرو الايدج خلاص، يعني يقدر يفتح الكوميونيكيتور بتاعه من بره. طيب عظيم. امال الانونيمس ده يبقى مين؟ الانونيمس ده واحد ما هواش تبع الانفايرومنت بتاعتي، وما هواش عنده اكاونت عندي في اللينك، وما هواش اساسا ممبر اوف الاكتيف دايركتور بتاعتنا تماما، ده راجل انونيمس خالص في شركه تانية خالص، حتى ما فيش بارتنر شيب بينه وبينه، او ما فيش فيدريشن ما بينه وبينه، يعني ما فيش اي ريليشن شيب بين الاورجنايزيشن دي والاورجنايزيشن دي. فده بيبقى بابليك يوزر او انونيمس، ممكن ينزل حاجه اسمها الاتندي، بتدي له حضرتك يو ار ال باكسس عليه، او ممكن بضمي اكاونت على فكره، يعني دي ولدو دي ولدو مفيش مشكله، يقدر يدخل ياتند الميتنج مع حضرتك مفيش مشكله، سواء كان ثرو الويب، بس احنا قلنا الويب بيختلف عن الاتندي انه ده ما عندوش فويس وده عنده فويس. طيب اللينك كده يا جماعه سكسسفولي، لو قلنا فيو لوج طبعا كله سكسس، ده خلاص مفيش عندك لا وورنينج ولا ايرور ولا اي حاجه، زي ما حضرتك شايف كله سكسسفولي تمام. اوكي هنقول له فينش، بعد كده خلصنا مين؟ خلصنا ستيب 2 خلاص، ستيب 2 دن. يبقى احنا كده ان شاء الله ندخل في الجزئيه الخاصه بالسيرتيفيكت. اوكي دن تمام، سيرتيفيكت ريكوست سيرتيفيكت. خلي بالك انا ماشي معاك ستريت فورورد، في حاجات ما بعملهاش بستنى لما تطلع عشان اوريها لحضرتك، ركز معايا. هنقول انا عايز ريكوست سيرتيفيكت، طبعا لو انت عندك سيرتيفيكت اوريدي موجوده تقدر تمبورت السيرتيفيكت دايركت، ده لو انت هتنستول مثلا فرونت اند تاني او عندك بول بتنستول فيها تو سيرفرز، تقدر تمبورت السيرتيفيكت تعمل لها اكسبورت على فرونت اند 1 وتعمل لها امبورت على فرونت اند 2 وان شاء الله تشتغل مفيش اي مشكله. طيب عظيم. تعالى دلوقتي مع بعض نشوف ريكويست. قال ريكويست سيرتيفيكت فور ديفولت سيرتيفيكت هتبقى ويب سيرفر للانترنال والاكسترنال مفيش مشكله. اوكي هيقول لي send request immediately ولا prepare request، هتعمل offline هتطلع ال request file بره وتبدأ تبعته ل public certificate مثلا، أو هتاخده وتوديه عند ال CA manual بإيدك، وده recommended لل edge يا جماعة خلاص، يعني الكلام ده هو بيتعمل أساسا في ال edge لأنه ال edge server ده بيبقى work group server، زي ما حضرتك لو أنت فاكر ال request بتاع ال exchange server حضرتك بتعمل CSR file وبتاخد ال request file ده بتبدأ توديه عند ال CA، سواء تبعته له باي ميل او ان انت تاخد الهاش كله وتبيسته عند الراجل بتاع ال CA، فبيبدأ يشيو لحضرتك السيرتيفيكت اللي هي associated للكي ده. طبعا انا في الحالة بتاعتي انا join domain وال CA already available و up and running، فهقول له انا send the request immediately. طبعا هو عن طريق السيرفيس كونكشن بوينت يا جماعه اللي في الاكتيف دايركتوري عارف ان انا عندي
certificate authority اسمه لينك سي اي، اسم السي اي لينك سي اي. لان لو حضرتك جيت هنا هتلاقي في عندك حاجه اسمها سيرت بابليشر، فيها السيرفر بتاعنا اللي هو بياكت از ايه، از سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. طيب هل حضرتك هتستخدم يوزر نيم وباسورد الترناتيف يوزر نيم وباسورد انستد اوف اليوزر نيم والباسورد اللي حضرتك داخل بيهم دلوقتي؟ لو اوكي، لكن لو هو ذا سيم يعني اليوزر اللي انت داخل بيه دلوقتي كيبابل ان هو يروح يريكويست سيرتيفيكت، اوكي خلاص هنقول نيكست. حضرتك تحب سبيسيفاي الترنت سيرتيفيكت تمبلت، يعني السيرتيفيكت الديفولت تمبلت اللي احنا هنريكوستها. هو هنا بيقول لك باي ديفولت لينك سيرفر سيرتيفيكت ريكويست ويل بي او ويل يوز ذا ويب سيرفر سيرتيفيكت تمبلت. تحتاج تديفاين الترنت تمبلت، ودي في الكيس دي لو حضرتك اوريدي مكستمايز تمبلت معين واخد الويب سيرفر سيرتيفيكت عامل لها دوبليكيت مثلا. يعني لو بصيت كده انت عندك اوريدي الويب سيرفر سيرتيفيكت اهي اللي احنا ريكوست منها ان شاء الله. لو حضرتك واخد الويب سيرفر دي وعامل لها دوبليكيت على حاجه معينه وكاستم في السيتنج دي كلها وعايز تريكوست من الفيرجن الجديد، اوكي مفيش مشكله. لكن لو عايز تريكوست من الديفولت خلاص يبقى انت سيب الديفولت، وهو الديفولت هياخد ايه؟ هياخد الويب سيرفر سيرتيفيكت. نيكست. الفريندلي نيم انا مش فاكر اسم الجهاز ده كان اسمه ايه، هوست نيم اسمه لينك اف اي، يبقى هنسميها لينك، هو لينك داش داش اف اي دوت لينك دوت لوكال. طبعا اللينث بتاعها 2048. مارك سيرتيفيكت برايفت كي از اكسبورتبل. If you planned ان انت will export certificate بالبرايفت كي to be imported في سيرفر تاني او في فاير وول هتببلش او هتعمل اي استخدام بتحتاج فيه البرايفت كي، يبقى المفروض ان حضرتك بتمارك البرايفت كي as exportable. لو لا يبقى خلاص سيبه مش exportable، مفيش مشكلة. اوكي الorganization هنسميها هاني organization organizational unit IT. next country Egypt كايرو، خليها أسيوط، هو المفروض نصر سيتي بس عشان انا من أسيوط فانا هحطها من أسيوط. اوكي طيب next السبجكت نيم هيبقى اسمه كذا، وبيحط هو سانز يا جماعه، هو بيحط هنا الديفولت نيمز بتاعت السان، يعني زي ما انت شايف حط لينك كذا ودايل ان كذا وميت كذا وحط كل النيمز زي ما حضرتك شايفها دلوقتي. خلاص اوكي نيكست. بيقول لي السيرتيفيكت دي هتاخدها للسيب دومين، انهو سيب دومين؟ انت عندك 3 سيب دومينز، هتاخد السيرتيفيكت دي اوريدي تتاساين لانه واحد؟ طبعا انا اوريدي هاخد الدوت لوكال لان انا هشتغل لوكال. لو انا هستخدم نفس السيرتيفيكت دي بره ممكن اسلكت على الاثنين التانيين ما عنديش مشكله خالص. خلاص هنقول نيكست. بيقول لي لو انت محتاج اديشنال سان نيمز، يعني محتاج ان انا السيرتيفيكت من بره مثلا ممكن اعمل لها نيم اسمه ال اس ويب مثلا دوت لينك دوت كوم مثلا، فالنيم ده مش موجود، فانا محتاج اليست النيم ده في السيرتيفيكت بحيث السيرتيفيكت لما تتشيو يبقى من ضمن النيمز اللي هتطلع في السان يبقى عندي النيم ده معايا، فبقدر اضيف كل النيمز اللي انا محتاجها في السان سيرتيفيكت هنا، وبعدين هقول نيكست وبعدين نيكست. طبعا هيبدا ريكوست دلوقتي حالا ونشوف ايه اللي هيطلع. هنا قال لي فيو لوج اوكي
certificate requested successfully يبقى هقول next. قال لي certificate طلعت بالثمب برينت ده، الثمب برينت بتاع certificate. طيب view certificate كده، certificate شكلها جميل، assigned to او issued to فلان الفلاني، issued by السي اي بتاعنا، details subject البيانات اللي احنا حطيناها، اسيوط منوره ايه منوره باهلها، و السان سيرتيفيكت بتاعتنا دي النيمز يا جماعه اللي احنا حطيناها في السان سيرتيفيكت. اوكي زي الفل. لو رجعنا على دي سي issued، طبعا عندنا سيرتيفيكت اهي اللي احنا عملنا لها ريكويست حالا. اوكي طيب، في عندي تشيك بوكس بتاعت assign certificate to link server certificate usage، انا محتاج السيرتيفيكت دي to be assigned لسيرفيس معينه او لليوسج بتاعها. هقول اوكي وانا اوريدي تشيكد عليها، فهو بيرن لي كاني دوست على التابه دي، فانا اقول له نيكست نيكست، فهو بيassign السيرتيفيكت اهي زي ما حضرتك شايف. خلص فيو لوج برضو successfully اهي، ما عنديش اي مشكله. هقول له finish close، يبقى السيرتيفيكت مالها done خلاص. طب عظيم. لو جينا يا جماعه بصينا على اللينك سيرفر سيرفيسز، هنلاقي ان الراجل ده منزل شويه سيرفيسز خاصين بيه هو، زي ايه؟ دي كلها من اول هنا يا جماعه لغايه هنا، دي كلها حاجات خاصه باللينك، يعني زي الابلكيشن شيرنج، الاوديو تيست ترانسفيرنج، الفرونت اند نفسها، الاي ام، الماستر ابلكيشن، الريبليكا، ريبليكيتور، ويب كونفرنس، ويب كونفرنس كومباتيبلتي. دي السيرفيسز اللي هي بتنزل مع اللينك، وزي ما حضرتك شايف السيرفيس دي تيل ناو لسه مش ستارت اب. فهقول له ستارت سيرفيس نكست، قال لي شكرا. هتيجي هنا وتعمل ريفرش، هتلاقي ان السيرفيس كلها من اول هنا لغايه هنا يا جماعه كلها السيرفيسز بتاعتك زي ما انت شايف كلها شغال خلاص. ف كده يبقى انا شيكت على السيرفيس. بيقول لي كمان في الاخر تشيك السيرفيس، يعني عشان لو انت قافل الكونسول ده، قلت له انا محتاج اتشيك، فهو هيفتح لك الكونسول راجل مشكورا يعني، ويجيب لحضرتك الايه السيرفيسز عشان تتشيك عليها لو عندك حاجه واقعه او حاجه مش عايزه تقوم عشان عندك سيرتيفيكت ايشيو او عندك اي مشكله. طبعا if you need to check for updates مثلا، يبقى انت بتكليك على الابديت هنا بيبدا يرن لك الابديت بتاع اللينك سيرفر لو انت محتاج الكلام ده. طيب دلوقتي احنا كده سطبنا لينك، احنا كده في حاجه ناقصه لسه ما عملناهاش في لينك. مفيش حاجه ناقصه كده، احنا خلصنا لينك خلاص. الموضوع بسيط جدا اهو، ستريت فورورد 1 2 3. بس هو اكشوالي في حاجه ناقصه صغيره كده. الحاجه دي عباره عن ايه؟ دلوقتي يا جماعه اليوزر هيلوجن باللينك كوميونيكيتور. طيب اليوزر ده لما هيلوجن هيكتب ايه؟ هيكتب عنده ايه في الـ في الـ في الكوميونيكيتور بتاعه؟ هيكتب ال سي بي ار اي بتاعه، او هيكتب اليو بي ام بتاعه، على حسب ما حضرتك هتكونفيجر الايه اليوزرز. طيب لما اليوزر هيكتب وليكن هاني مثلا ات لينك دوت لوكال مثلا، فهو لما يكتب الكلام ده يا ترى الدي ان اس هيريزولف الكلام ده ازاي ويوصله على السيرفر بتاعه؟ فقال لي عشان كده حضرتك في ريكورد المفروض ان حضرتك بتروح تعمله عند الدي ان اس. الريكورد ده بيبقى سيرفيس ريكورد، سيرفيس ريكورد. طب هيبقى موجود فيه ايه؟ هيبقى موجود فيه يا فندم انه لو حد ندى على سيب انترنال تي ال اس هتوديه على الفرونت اند. تاني لو حد ندى على سيرفيس ريكورد اللي اسمه سيب انترنال تي ال اس هتوديه على الفرونت اند خلاص. ودي عشان اليوزر يقدر يلوجن
من خلال ال DNS query. يعني حضرتك هتيجي كده في ال DNS تقول له انا محتاج اعمل ايه other records، وتقول له انا محتاج service record create. طب هو مش عندي باي ديفولت السيب انترنال ده؟ قال لي لا والله للاسف مش موجود، يعني هو مش موجود. فعشان كده هتحتاج حضرتك تكتب له اندرسكور سيب انترنال تي ال اس، سيب في ال ناقص. خلي بالكوا يا جماعه من الحاجات دي، يعني مش هينفع، لو مش هتشتغل، لو فيها اي مشكله مش هتشتغل. طب البروتوكول بتاعها ما عنديش برضو دروب داون منيو اختار منها، فاذا مضطر ان انا اكتب اندرسكور تي سي بي. عظيم جدا. بريوريتي ويت 00 لان انا عندي ريكورد واحد. بورت نمبر 5061 ده الديفولت بورت اللي هشتغل عليه اللينك ان شاء الله. طيب انا محتاج الهوست نيم اللي هو بيوفر السيرفيس دي. طب يا ترى مين اللي بيوفر السيرفيس دي يا جماعه؟ ها مين هو ده فعلا؟ يبقى انا هقول له انا محتاج افرود الكلام ده على لينك داش اف اي دوت لينك دوت لوكال بالشكل ده. اوكي طن، زي ما حضرتك شايف السب انترنال تي ال اس نزلت عندك في السيرفيس ريكورد. طيب عظيم جدا. طيب احنا كده محتاجين ايه كمان؟ محتاجين ان انا دلوقتي خلصت اللينك سيرفر سيت اب، محتاج ان انا افتح الكونسول بتاعي واشوف شكله ايه. حاضر، تعالى نفتح الكونسول بتاعي ونشوف شكله ايه. ستارت منيو لينك سيرفر، في عندي لينك كنترول بانل، ديبلويمنت ويزارد، لوجينج تول، مانجمنت شيل، توبولوجي بيلدر. طبعا احنا شفنا الكلام ده. فالجديد بقى اللي انا هبدا اشتغل عليه دلوقتي اللي هو ايه؟ الكنترول بانل. انا هقول رايت كليك run as administrator او run على طول ونشوف ايه اللي هيحصل. خلي بالك في حاجات ناقصه. فانا فتحت الكنترول بانل ونشوف الراجل ده ناوي على ايه. نشوف الكونكشن بتاع الجهاز التاني 192.168.167. هو الاي بي بتاعه غالبا اتغير، فبقى 10.015.55. طيب عظيم، نشوف هنا الادمنستريتور والباسورد. باسورد نشوف ايه اللي هيحصل. اوكي هاي سورس على هاني دوت عبد الوهاب، والباسورد الظريفة بتاعتنا. مش كده. اوكي بيقول هنا ان سيرفر لايت نوت انستولد، فافهم من كده ان انا لازم يكون عندي سيرفر لايت عشان خاطر اقدر مانج اللينك سيرفر. يبقى انا نيجي كده عند اللينك في تولز، اعتقد هنلاقي هنا السيرفر لايت. فين السيرفر لايت؟ اهو سيرفر لايت 64 بت. فبالشكل ده يبقى انا بارت اوف انستليشن معايا لما اجي اسطب لينك تاني بعد كده لازم انستول السيرفر لايت از ا بري ريكويزيت من السيت اب نفسه. يبقى انا هحتاجه عشان خاطر اكمل السيت اب بتاع اللينك. ليه؟ لان انا سطبت لينك وما عنديش سيرفر لايت، مش هقدر افتح من غير ما يكون عندي السيرفر لايت بتاعي. فخلاص يبقى الكنترول بانل كده ملهاش لازمه، فحضرتك مش هتقدر تمانج اللينك سيرفر. وعلى فكره اللينك سيرفر ملوش كونسول، هو الكونسول بتاعه كده سيرفر لايت بس مبني على ويب. يعني لو حضرتك بصيت كده
على الاي او اس، في عندك هنا لينك سيرفر انترنال، وفي عندك اكسترنال. نقول له خلاص نيكست. ففي الانترنال هنا يا جماعه عامل لي حاجه اسمها هنا، ده اللي احنا الباث اللي احنا بنكونكت عليه اساسا، اللي هو سي اس سي بي او كوميونيكيشن سيرفر كنترول بانل. ده الباث اللي حضرتك تقدر تمانج من خلاله اللينك سيرفر ثرو الويب. يعني لو انا رحت عامل كده، فاتح اي براوزر وكاتب https link-fe.link.local، اوكي عشان انا مش authorized ان انا اكسس. ماشي عظيم جدا. cscb قال لي اديني اليوزر نيم والباسورد، هقول له اتفضل اليوزر نيم والباسورد، ادي اليوزر نيم وادي الباسورد وادي ريميمبر كمان. طبعا عشان انا سيلفر لايت اوريدي انستولد، فهيبدا يلود مع حضرتك الايه الكنترول بانل، والف مبروك ده الكونسول بتاع اللينك سيرفر. خلاص عظيم جدا. طب ما تيجي نقفل سيلفر لايت لسه بيتعايش، تعالى نقفل البتاعة دي او نعمل ريفرش بس F5 بس.